سلام النور والتنوير والإبداع مشاهدينا، هذا أحمد يوسف يحييكم وبرنامج ملفات. في حلقة اليوم نتوقف قبل أن نبدأ هذه الحلقة مع تصريحات رئيس عبد الفتاح السيسي. ففي مداخلة خلال استعراض الموقف التنفيذي لنماذج المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة ابدأ ضمن فعاليات افتتاح الملتقى والمعرض الدولي للصناعة بالقاهرة الجديدة، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم الدولة للمستثمرين وتشجيعها لجذب المزيد من الاستثمارات، قائلا إن الدولة مستعدة لمساعدة المستثمرين من خلال تخفيض التكلفة المالية للمشروعات وتوفير كافة المرافق وإنشاء ما يلزم لها لكي يتفرغ المستثمر ويركز من جهده في البدء بشكل أسرع في مشروعه دون أي عوائق قد تطيل مدة الإنشاء قبل أن يدخل المشروع مرحلة التشغيل. وفي هذا الصدد دعوني أرحب بضيفنا العزيز الكاتب الصحفي دكتور محمد عادل مدير تحرير جريدة الوفد. أهلا وسهلا بحضرتك فندم وأهلا وسهلا بالمشاهدين. يعني قبل أن نبدأ هذه الحلقة ونتحدث فيها حول الاستثمار والاستراتيجية المصرية بين مصر والاتحاد الأوروبي وموضوع هام جدا، اسمح لي أجد تعليقك على مداخلة وتصريح الرئيس السيسي حول الجديد في الاستثمار. نعم، يمكن التصريحات اللي أطلقها الرئيس النهاردة عبد الفتاح السيسي تخص مشروعات الصناعية ابدأ، وإحنا في الظرف الحالي محتاجين فعلا نهضة حقيقية في القطاع الصناعي، خاصة أن الدولة خلال الفترة الماضية أقامت العديد من المشروعات التي تخدم على الصناعة، وبالتالي من المهم والضروري خلال الفترة الحالية هو إزالة كل المعوقات اللي بتواجه قطاع الصناعة. وتصريحات الرئيس النهاردة ده بداية حقيقية، ويمكن ابدأ ده عنوان المبادرة في ان هو يزيل كل المعوقات، سواء كانت معوقات من ناحية الجهاز الحكومي، اي معوقات بتقابل رجل الصناعة خلال الفترة القادمة. زي ما حضرتك عارف ان اعمدة الاقتصاد منها النشاط الصناعي، ومصر في أزمة حقيقية خلال الفترة الماضية بسبب نقص العملة. موضوع ان انا بهتم بالقطاع الصناعي في التوقيت الحالي هو ضروري وحيوي لإيجاد كثير من الحلول للمشكلة التي تعاني منها الدولة المصرية، خاصة ان هذه المشكلة اذا تم حلها وبشكل مسكنات سوف تعود مرة ثانية وثالثة وتضغط على المجتمع المصري في انخفاض قيمة العملة، ولكن مع وجود صناعة وصناعة حقيقية ده هيؤدي خلال الفترة القادمة ان يتم حاجتين. الحاجة الاولانية ان انا بنتج من اجل التصدير وبالتالي بيزيد مواردي من النقد الاجنبي. الحاجة التانية ان انا بعمل حاجة اسمها احلال الواردات، بمعنى ان انا لو بستورد منتجات اقدر اصنعها في الداخل، وبالتالي ما بحتاجش ان انا استوردها من الخارج، وده برضو بيخفف الطلب على العملة الأجنبية داخل السوق المصري. نعم، إذن نحو مجتمع صناعي مصري ورؤية مستقبلية في هذا الصدد، كان هذا هو عنوان أو الخلاصة لحديث الدكتور محمد عادل مدير تحرير جريدة الوفد حول مداخلة الرئيس السيسي والتسهيلات المقبلة لعالم الاستثمارات. أوكي مشاهدينا، الآن نعود لحلقة ملفات والتي بعنوان منتدى البوابة العالمية والمنعقد في بروكسل بتنظيم مفوضية الاتحاد الأوروبي، والتي كانت فرصة انتهزها رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي للتأكيد على العلاقة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي وجذب مزيد من الاستثمارات إلى السوق المصرية وفقا لرؤية مصر 2030. فقد زادت الصادرات المصرية إلى أوروبا بنسبة 100% خلال عام 2022-2023، وبلغت إجمالي صادرات مصر نحو 27 مليار يورو. حول هذا الموضوع تدور حلقة اليوم من ملفات، ويسعدنا أن يكون معنا في الاستوديو من جديد الكاتب الصحفي الدكتور محمد عادل مدير تحرير جريدة الوفد. أهلا بحضرتك ومرحبا من جديد. وبعد هذه الإطلالة اسمح لنا أن نذهب إلى هذا التقرير لنبدأ معك الحوار والأسئلة. نتواصل بعد هذا الفصل.
في إطار توسيع نطاق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي وجذب المزيد من استثمارات القطاع الخاص الأوروبي إلى السوق المصرية، التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع أرسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، وذلك بمقر المفوضية بالعاصمة البلجيكية بروكسل على هامش مشاركته في منتدى البوابة العالمية. اللقاء تطرق لبحث علاقات الشراكة الحالية والآفاق المستقبلية لها لتوسيع نطاق الشراكة بين الجانبين لتتضمن مجالات التعاون كافة محل اهتمام مصر والاتحاد الأوروبي لتحقيق المنفعة المتبادلة للطرفين. ويأتي التوافق بين مصر والاتحاد الأوروبي حول شراكة طويلة الأمد بشأن مشروعات البنية التحتية الكبرى ومشروعات الطاقة والتحول الأخضر، لا سيما مع زيادة حصة مصر من مصادر الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030 للمضي قدما على مسار التنمية المستدامة ورفع معدلات النمو الاقتصادي بما يسهم في توفير فرص العمل داخل مصر. ويأتي هذا بالتوازي مع تطوير مصر تعاونها مع عدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، لا سيما مع ما تتمتع به مصر من بيئة تنظيمية داعمة تتسم بالكفاءة لتطوير منشآت الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر ودعم مشروعات الطاقة المتجددة منخفضة التكلفة. إذن مشاهدينا، المشروع متواجد ومتوافر ألا وهو الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي تحت عنوان ويندو. من جديد دكتور محمد عادل، نرحب بك من جديد. والسؤال مباشرة، هناك رؤية بشراكة استراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي حتى عام 2027 وترتكز على بناء اقتصاد مستدام على جانبي الأطلسي. نعم. ماذا عن هذه الرؤية وقراءتك لهذا المشروع؟ الاستراتيجية دي من 21 لحد 27، لما تيجي تقرأ الاستراتيجية لها في كل المجالات، يعني ليس منصب فقط على التنمية المستدامة، وإنما هي لها محاور متعددة بتبدأ بالتنمية المستدامة إلى المجال الزراعي، إلى المجال الصحي، إلى المجال الثقافي وغيره من المجالات المختلفة التي تهدف إلى بناء زي ما حضرتك قلت كده علاقة مستدامة مع الاتحاد الأوروبي. العلاقة مع الدول الأوروبية مش علاقة حديثة، دي علاقة قديمة، يمكن بدأت من 1971 وتم تكليل هذه العلاقة بشراكة استراتيجية تمت في عام 2004، وإلى جانب من خلال هذه الشراكة بدأت يبقى في عملية تعاون كبير جدا ما بين الاتحاد الأوروبي ومصر. إذا خدنا بعض النقاط، حضرتك قلت إنها من 21 بدأت. نعم، دي استراتيجية اللي هي استراتيجية الشراكة ما بين الاتحاد الأوروبي اللي خاصة بالتنمية المستدامة من 21 ل 27، هي استكمالا لما تم من 2004. يعني احنا عندنا استراتيجية شراكة ما بين الاتحاد الأوروبي ومصر، دي بدأت في عام 2004، تم تجديد هذه الاستراتيجية بمعايير جديدة وفقا لرؤية مصر 2030. بدأت الاستراتيجية من 21 وهتنتهي في عام 2027. طيب، وتم اتفضل، ما هي المشاريع في هذه الرؤية ولماذا إلى الآن رغم أن هي بدأت 21 لم نشعر بها في الشارع إلى الآن؟ لا، هي فيها محاور كتيرة جدا، وبدأت فعلا عملية الاستفادة من المبادرة، وخاصة في مجال النقل هتلاقي أن في دعم كبير موجه للنقل المستدام داخل مصر، وتم بالفعل مشروع حاليا شغالين فيه، إلى جانب بعض القطاعات الأخرى في مجال الصحة، في مجال التعليم، في مجال التعليم العالي. ففي كثير من الدعم الفني أيضا بيتم توجيهه لمصر. يمكن بدأت من خلال مشاركة رئيس الوزراء يبدأ إلقاء الضوء على الشراكة دي من خلال البوابة العالمية، ودي استراتيجية عملها الاتحاد المفوضية الأوروبية بحيث أن هي تنمي علاقاتها أكتر بدول الجوار. مصر، ما المقصود بالبوابة العالمية؟ هل هو طريق تجاري آخر موازي لطريق الحرير أو السلك رود الآن الذي تقوم به الصين على سبيل المثال؟ لا، هو عبارة عن تنمية العلاقات ما بين دول الجوار للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالطاقة والطاقة المتجددة والطاقة المستدامة. العالم كله متجه خلال الفترة الحالية
نحو الطاقة المستدامة لابتعاد جد عن الطاقة الأحفورية وما تشكله من الاحتباس الحراري وأزمات الاحتباس الحراري والأزمات اللي شهدتها العالم خلال الفترة الماضية بسبب التغير المناخي. فبدأ في توجه عالمي نحو استخدام الطاقة المتجددة، وحاليا بنتكلم في مصر وفي مشروع كبير جدا بيتم حاليا مع بلجيكا، وفي شركة بلجيكية هي اللي بتقوم بالمشروع ده، وهو الهيدروجين الأخضر اللي بتتجه في مصر بشكل كبير جدا في خلال الفترة القادمة. ده كله تعاون بيتم على أرض الواقع، كون أن المواطن يشعر بهذا. هو دايما المواطن اللي بيركز على نقاط محددة بعيدا عن المحاور. يمكن بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية بدأ تعزيز العلاقات مع دول الاتحاد الأوروبي في كثير من المجالات، سواء كان على المجال السياسي أو الاقتصادي أو الثقافي في مختلف المجالات. نعم، يعني هناك محاور يعني أنا شايف عديدة فعلا كبيرة في هذه الشراكة الاستراتيجية، نريد أن نستفهم منها حتى نعرف أيضا كيف سيفيد، ليس فقط سيستفيد منها الاقتصاد ولكن صحيح. أيضا المواطن والمجتمع المصري والمجتمع الأوروبي هنا وهناك، لأن بالتأكيد هذا الهدف أيضا هو الحد من الهجرة غير الشرعية. صحيح. طبعا أحد الأهداف واضح جدا في هذا الموضوع. صحيح. هناك صحيح. تحول أخضر وتحول نعم. رقمي هكذا نعم. يدور العالم الآن. صحيح. لكن ما هو عمق الاستراتيجية في هذا الموضوع نحو تحول الاقتصاد الأخضر والتحول لاقتصاد الرقم أو ما يسمى باقتصاد المعرفة؟ نعم، يمكن زي ما حضرتك ذكرت دلوقتي هناك التوجه عالمي نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر كما ذكرنا هو لمواجهة التداعيات التغير المناخي. تغير المناخ ده بيتأثر على كل دول العالم وليس مصر فقط أو الاتحاد الأوروبي فقط، ولذلك جت هنا البوابة العالمية للتعاون مع دول الجوار الخاصة ودول أخرى خاصة بالاتحاد الأوروبي. ما هي نقاط التميز هنا؟ لتقليل نقاط التميز، هي تتميز في دعم من الاتحاد الأوروبي للدول اللي هي مشاركة في المبادرة ان هي تخش بشكل اكثر. تعرف حضرتك التحول نحو الاقتصاد الأخضر ده ليه تكلفة، وتكلفة عالية جدا. طيب مين اللي هيمول التكلفة دي وما يطلق عليه البصمة الكربونية وغيره؟ هو الاتحاد الأوروبي، هي الدول الغنية اللي تقدر تمول الدول النامية اللي منها مصر في ان هي تتجه ناحية الاقتصاد الأخضر أو ما يسمى حتى التمويل الأخضر. دي نقطة. النقطة الثانية عملية التحول الرقمي، يعني حاليا في معظم الدول بيتم عملية سواء كان مدفوعات إلكترونية أو عملية أنك أنت تقدر تخلص، يمكن لسه بنتكلم في مشروع ابدأ، تقدر تخلص مشروعك من غير ما تروح للموظف أو تتعامل مع موظف عن طريق التحول الرقمي ده. كل ده بيساعد الدولة وبيصب في الاقتصاد. بالنسبة للمشاهد الكريم هنا، ما يفيده على سبيل المثال التحول الأخضر، ما هي الوظائف المطروحة حاليا سواء على المستوى الفني أو المستوى ما بعد الفني على مستوى إبداعي؟ وأيضا بالنسبة للتحول الرقمي، ما هي الأرقام أو ما هي أيضا الفرص الموجودة في وظائف أو فرص عمل خاصة بالتحول الرقمي؟ بشكرك على السؤال، لأن ده يرتبط بقى بعملية سوق العمل. إن خلال الفترة القادمة أصبحت الكليات التقليدية هيبقى في صعوبة في أنه يجد فرصة عمل، ولذلك يبدأ موضوع أن أنا ببدأ أخلق كليات أو تعليم يتوافق مع المستجدات على المسرح العالمي. يمكن احنا بنتكلم دلوقتي في موضوع الرقمنة، بنتكلم في موضوع التحول الأخضر، ده بيتطلب وظائف، بس هذه الوظائف ممكن ما تلاقيش الخبرات أو الكوادر المدربة لهذه الوظائف. ويمكن نستغل البرنامج بتاع حضرتك وناشد سواء كانت وزارة التربية والتعليم أو وزارة التعليم العالي إن هم يبدأوا عملية التحول المبكر لقدرة على خلق أو خلق كوادر بشرية تقدر إن هي تواكب ما يحدث على المسرح العالمي. لأن كل أو نقدر نقول إن شريحة كبيرة جدا، إما إنك أنت بعد ما الطالب يتخرج من الكلية تعمل له حاجة اسمها تحويل أو تدريب تحويلي بما يتوافق مع المستجدات، أو إنك أنت تبدأ من دلوقتي إنك أنت تخلق كليات. وبالفعل في كليات، ولكن تبدأ إن هي تتوسع أكتر وتقبل طلبة أكتر بما ينسجم مع الذكاء الاصطناعي وبما ينسجم مع التحول الرقمي وبما ينسجم مع الطاقة الأمن السيبراني والأمن السيبراني وما وخلافه يعني.
طيب هذا أيضا يأخذني حول التمويل في هذا الصدد، والتمويل فيما يسمى بالبنية التحتية الرقمية والوصول إلى شبكات ميسورة التكلفة، لاسيما أن عصر الإي بيزنس الإي كوميرس أو التجارة الإلكترونية يحتاج إلى انسيابية أكثر وسرعة أكبر في عالمي الموبايل، الاتصالات المعلوماتية، الإنترنت. صحيح. يمكن حضرتك أفنى السؤال اللي فات بالأمن السيبراني. الأمن السيبراني ده ركيزة لكل التحول اللي بيتم خلال الفترة القادمة، لأن ده اللي بيضمن أنك أنت تبدأ تتعامل مع العالم الافتراضي هذا ومع العالم الرقمي ومع التجارة الإلكترونية. لازم يبقى في أمن يؤمن معاملات المواطنين مع كل التكنولوجيا الحديثة دي. لو جينا نتكلم في موضوع التمويل، وده توجه عام في القطاع المصرفي خلال الفترة القادمة، انه هيتم حاجة اسمها المصرفة المسؤولة، بمعنى ان انا مش هبدأ امول المشروعات اللي هي ضارة بالبيئة. انا في الفترة القادمة البنوك هتتجه لتمويل المشروعات اللي هي متوافقة مع النظام البيئي او مع الاقتصاد الاخضر. في عمليات توسعات حاليا، في بعض البنوك قفلت محافظ اللي هي للصناعات اللي هي بتضر بالبيئة. فده توجه موجود مش بس في مصر، ده توجه عالمي خلال الفترة القادمة. بنقدر نتكلم على التحول الرقمي زي ما حضرتك قلت، تقدر دلوقتي ان المواطن يقدر يعمل كل معاملاته من غير ما يروح للشباك ويقف طابور ويتعرض للمضايقات من الموظف، بانه يعملها عن طريق الاونلاين او عن طريق المدفوعات الالكترونيه. وفي بعض الشركات احنا نتحدث عن المستثمر وليس المواطن فقط، وحتى المستثمر نفسه ما هو المستثمر مواطن في حد ذاته. انا اقصد على مرحله اعلى، يعني نعم تنفيذ اعلى، نعم اسرع، نعم اكثر رقه ودقه وسرعه. ويمكن ذكرنا في موضوع اللي هو ان المستثمر مش هيحتاج بعد كده يروح للهيئه العامه للاستثمار او يروح لشباك الاستثمار ويقابل الموظف، وهيبدا ان هو يتعامل من خلال الرقمنه ويقدم كل اوراقه بحيث يحصل على رخصه ويبدا يشتغل من غير ما يحصل له. وعلى فكره برضو موضوع ان انا اوفر، ما هو المستثمر في النهايه ده مواطن. لو انا قدرت اوفر له كل الخدمات ان هو يعملها ببساطه من غير ما يحتك، ده في حد ذاته ميزه ويشجع على جذب الاستثمارات اللي هي من ضمن المبادرة أو البوابة العالمية، هو جذب الاستثمارات الأوروبية. وإحنا بنتكلم دلوقتي في استثمارات أوروبية بتساوي 14% في الربع الثالث. أيوة أنا عايز أرقام الأوروبية. يعني لو أنا أتكلم على أرقام بيسعدني جدا لما بتبقى المرأة بتتعامل في الإي بيزنس أو التجارة الإلكترونية. صحيح. أو الفئات الشبابية أو المهمشة. هيكون معي سؤال حول هذا المحور وغيره من المحاور الهامة التي تحرك الماء الراكد في هذه المبادرة ومنتدى البوابة العالمية والشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي حتى عام 2027، ولكن اسمحوا لي أن نذهب إلى هذا التقرير. شهدت العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي طفرة كبيرة ونقلة نوعية على جميع المستويات خلال السنوات التسع الأخيرة منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئاسة في عام 2014. في ضوء ثقل مصر السياسي ومستقبلها الواعد، وفي ظل خطى ثابتة تمضي بها على طريق البناء والتنمية في الجمهورية الجديدة. سنوات تسع عملت خلالها القاهرة برؤية واضحة منسقة على تأمين المصالح والأهداف الوطنية في مختلف الدوائر شرقا وغربا شمالا وجنوبا، بالارتكاز على التنوع والتوازن واستكشاف الفرص القائمة والمستجدة لتعزيز العلاقات مع مختلف دول العالم، مع الحفاظ على المصالح الوطنية لمصر ومحددات السياسة الخارجية التي رسمتها القيادة السياسية. استقرار راسخ وتنمية شاملة في إطار الجمهورية الجديدة انعكس بالتبعية في التحركات الواعية للآلة الدبلوماسية المصرية، دعمت من ثقتها بتحركاتها الدولية والإقليمية في منطقة تموج بالاضطرابات والعواصف السياسية ونظام عالمي حافل بالمتغيرات والتفاعلات. تنسيق رفيع المستوى وتشاور مستمر بين مصر والاتحاد الأوروبي حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية المهمة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية وتطورات الأوضاع في المنطقة، حيث تتوافق الرؤى ووجهات النظر حول أهمية استمرار العمل على التوصل لتسويات سياسية للأزمات من أجل استعادة الاستقرار.
وشهدت العلاقات الاقتصادية طفرة كبيرة، حيث زادت الصادرات المصرية إلى أوروبا بنسبة 100% خلال عام 2022-2023 مقارنة بعام 2021، وذلك بفضل الصادرات المصرية من الغاز إلى عدد من البلدان الأوروبية. وبالنظر إلى أن إجمالي صادرات مصر بلغ حوالي 27 مليار يورو، فإن الاتحاد الأوروبي يظل أكبر مستورد للمنتجات المصرية ويمثل حوالي 30% من صادرات مصر، بينما إجمالي صادرات الاتحاد الأوروبي إلى مصر خلال النصف الأول من عام 2023 بلغ حوالي 9934 مليون يورو، وإجمالي صادرات مصر في المقابل إلى الاتحاد الأوروبي بلغت 7880 مليون يورو. عالم الاقتصاد يعشق خلق الفرص ويعشق انعاش الاسواق، وهذا ما نتحدث عنه حول هذه الشراكه الاستراتيجيه بين مصر والاتحاد الاوروبي وهذه البوابه وهذا الحدث الموجود الان في بروكسل في بلجيكا. من جديد دكتور محمد عادل، يعني طبعا التعليم والتبادل الطلابي بين مصر ودول الاتحاد الاوروبي هذا موضوع يحتاج منك إلى تفاصيل. صحيح. يمكن فترة ماضية، يمكن من أول الشراكة على فكرة، مش بس من خلال الشراكة اللي احنا بنتكلم فيها 21، احنا بنتكلم من 2004 في شراكة ما بين الاتحاد الأوروبي ومصر. ففي عملية تبادل تجاري بتتم، وخاصة في مجال نقل التكنولوجيا الحديثة لمصر وبتدريب في المصانع اللي خاصة بالاتحاد الأوروبي. ولو جينا نتكلم على المجال، يمكن حضرتك تتكلم على التمكين الاقتصادي أيضا للمرأة. الاستراتيجية بتأكد على موضوع أن يكون هناك دعم كامل للمرأة المصرية أو التمكين الاقتصادي، وده من خلال تمويل مباشر بيتم تقريبا وصل دلوقتي ل 8 مليار يورو خلال الفترة الماضية في مجالات مختلفة. يمكن حضرتك قلت دلوقتي ان احنا عايزين طب ارقام نتكلم عنها، في مجالات مختلفة منها المجال الدعم الفني جزء منه، الجزء الثاني في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وده بيتم بدعم من الاتحاد الأوروبي، بيتم تخصيصه لبعض البنوك في شكل قروض أو من خلال وزارة التعاون الدولي بفايدة ميسرة بحيث يتم التمكين الاقتصادي للمرأة. لو جينا نتكلم على حجم الاستثمارات، حضرتك بتحب الأرقام وتعشق الأرقام، بصفة الاقتصاد يعني الاستثمارات الأوروبية في مصر زادت خلال الفترة الماضية، وبنتكلم فقط في 3 شهور وصلت ل1.5 مليار دولار وبنسبة 14% من إجمالي الاستثمارات على المستوى العالمي. تفضل. لا بستمع لك. بنسبة 14% من حجم الاستثمارات ومرشحة خلال الفترة القادمة وفقا لهذه الاستراتيجية، وفقا لوجود رئيس الوزراء. رئيس الوزراء على فكرة التقى بمجموعة كبيرة جدا هناك من القيادات الدول الاتحاد الأوروبي ودعاهم لمؤتمر للاستثمار في أبريل 2024، وده معناه إيه؟ معناه مزيد من الاستثمارات، وأنا بتكلم هنا على استثمارات مباشرة مش بس الاستثمارات اللي تقدر تخش وتطلع أو ما يعرف بالأموال السخنة. احنا هنا بنتكلم على استثمارات ضخمة تمت خلال الفترة الماضية في مجال الطاقة خلال الفترة الماضية من دول الاتحاد الأوروبي. نعم. محور أيضا في الاستثمار هام جدا ألا وهو العمل على أن تصبح مصر مركزا للطاقة العالمية في هذه المنطقة. نعم نعم. على مدار سنوات طويلة، يمكن لو تفتكر ورجع حضرتك كده بفترة زمنية، كان النور بيقطع بشكل مستمر داخل مصر. احنا رجعنا بساعة بس، ده بسبب أزمة وهتعدي، لكن كانت بتقطع ب6 ساعات. لما مصر دخلت في مشروعات للطاقة مع دول الاتحاد الأوروبي، ده أدى خلال فترة زمنية أن يتم التخلص من المشكلة اللي رجعت ولكن بشكل بسيط، وده ناتج لبرضو أزمة العملة اللي احنا إن شاء الله هنعبر بإذن الله منها خلال الفترة القادمة، مع وجود فرص كتيرة مش عايز نخرج بعيد عن الموضوع بتاعنا.
فدول الاتحاد الأوروبي سواء كانت منفردة أو مجتمعة بتدعم مصر بشكل كبير جدا في مجال الطاقة وخاصة الطاقة النظيفة، وفي استثمارات كبيرة تم ضخها خلال الفترة الماضية الرقم تقريبا 12 مليار يورو في مجال الطاقة في مشروعات متعددة داخل السوق المصري. طيب على جانب موازي، الطاقة تحتاج إلى سلام، وطبعا الآن ما يدور في غزة من أمور إنسانية غاية في الصعوبة تدعونا أيضا إلى، وأيضا موقف الاتحاد الأوروبي في قمة السلام هنا في مصر. وسؤال الآن، هذه الشراكة وهذه المبادرة كيف تدعو إلى تعزيز السلام والاستقرار الإقليمي والدولي في ذات الوقت؟ يمكن بدأنا الكلام أن موضوع الشراكة أو الوثيقة اللي نصت عليها الشراكة فيها موضوعات كتيرة جدا، حلقة أو حلقتين، لكن من ضمن الشراكة الأساسية هو التعاون ما بين الاتحاد الأوروبي ومصر في دعم السلام في منطقة الشرق الأوسط، وفي كثير من الملفات منها القضية الفلسطينية اللي في تعاون مستمر ما بين الاتحاد الأوروبي ومصر في دعم السلام. وإن الحل واللغة يمكن في الفترة الأخيرة، وحضرتك متابع كويس بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي، أو الكثير من دول الاتحاد الأوروبي بدأ يتحدث عن وقف العنف في غزة، وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والاتجاه إلى السلام وحل الدولتين من أجل السلام، ومن حق الفلسطينيين على كامل أراضيهم والعودة ل 67 الأراضي كاملة، وإن هم يكون ليهم دولة كاملة، وهو حل الدولتين. فده توجه عام ما بين القيادة السياسية عندنا أو مصر وبين الاتحاد الأوروبي. ولذلك في مؤتمر إن شاء الله قريب تدعو ليه الاتحاد الأوروبي للسلام يناقش هذه القضية، وأتوقع يعني وإن كان الاتحاد الأوروبي في جلسته الأخيرة أو ما كانش على المستوى المأمول من الشعوب العربية، كنا نتمنى من الاتحاد الأوروبي يكون موقفه واضح أكتر من كده، لكن نتمنى مع تغيير الصورة خلال الفترة وهم شافوا المذابح اللي تمت في قطاع غزة وقتل الأطفال وقتل النساء، ودي عملية إبادة جماعية إبادة جماعية للشعب الفلسطيني في غزة. أعتقد أنه ممكن خلال الفترة القادمة ومع ضغط الدبلوماسية ومع توحد الدبلوماسية العربية، وشفنا إزاي أن حصل تكامل ما بين الدول العربية في الملف اللي تم تقديمه للأمم المتحدة، يعني ده كله من شأنه في هذه المبادرة تعزيز السلام يحتاج إلى خيال جديد. نعم. وإلى فتح لي القلوب من الجانب الأوروبي أكثر من ذلك، لتفهم الاستقرار الدولي، خصوصا أن هم بيشتكوا من الهجرات غير الشرعية، فتعزيز السلام الحقيقي سوف يؤمن لهم هذا الموضوع. نعم وخاصة فيما يتعلق يعني في تعاون كبير جدا ما بين الاتحاد الأوروبي، وده تم يمكن لمسناه على أرض الواقع خلال الفترة الماضية فيما يتعلق بالتجارة الهجرة غير المشروعة وتجارة الأعضاء، ودول أهم نقطتين بيتم التعاون ما بين الاتحاد الأوروبي، وأيضا نصت تمت الإشارة اليوم في الوثيقة بشكل كبير جدا فيها. طب احنا تحدثنا على نظام نقل، بس أنا مش لامس إلى الآن نظام نقل اقتصادي ما بين دول شمال البحر الأبيض المتوسط اللي احنا مصر فيها، ودول شمال المغرب العربي. نعم. ودول جنوب البحر الأبيض المتوسط، بين قوسين كما هناك نقل رخيص ما بين دول اليورو أو دول الاتحاد الأوروبي. صحيح يمكن مجلس الوزراء وافق على مشروع الربط البحري ما بين مصر والاتحاد الأوروبي، وده من ضمن حضرتك بتقول عظيم مشروعات بقى، يعني هو ده من ضمن المشروعات اللي هيتم تنفيذها خلال الفترة القادمة، واللي هتؤدي لعملية رقم واحد نقل بتكلفة أقل، رقم اثنين هو زيادة التبادل التجاري ما بين مصر والاتحاد الأوروبي عن طريق مشروع الربط اللي بيتم حاليا دراسة المشروع وتنفيذه خلال الفترة القادمة. نعم. أيضا في موضوع هام واقتصادي ولطيف أيضا، اللي هو دعم السياحة. نعم. وهو نعم. يعني شيء محبب لدى الشعوب. صحيح. ما الجديد في هذا الموضوع؟ هل ثمة جديد؟ حتى تاريخه طول ما في للأسف الشديد الحرب اللي هي دايرة دلوقتي على قطاع غزة والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، موضوع السائح بيبقى عايز يروح منطقة مزيد فيها من الأمان. في تعاون في تعاون، الاوروبيين بيحبوا يجوا مصر بيحبوا يجوا مصر، لكن هي القصه كلها في ان المنطقه بتشهد حاله من زي ما بيقولوا كده عدم اليقين
محدش قادر يعرف الصورة رايحة فين، محدش قادر يعرف هل هي هيتم الاكتفاء وإن إسرائيل تقف عند النقطة دي، ولا هنبص نلاقي في دول أخرى دخلت وبدأت تتسع دائرة الحرب. ففي ظل وجود حرب في المنطقة، قطاع السياحة مش هيقدر يتحرك، بل على العكس تماما، إن ممكن نشاهد خلال الفترة القادمة، وده من الآثار السلبية من الحرب على قطاع غزة أو العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إن يتأثر قطاع السياحة في مصر خلال الفترة القادمة. نتمنى الخير والانتعاش الاقتصادي والسياحي. لازلنا مستمرين معكم مشاهدينا في هذه الحلقة. دعونا نذهب إلى مشاهدة هذا التقرير ونعود سريعا. في إطار تنمية وتعزيز التعاون المشترك مع الاتحاد الأوروبي، حرصت القيادة السياسية على مواصلة التعاون المشترك في مختلف المجالات والأصعدة. الحقيقة لما مصر تبنت استراتيجية التنمية المستدامة 2030، دي كانت بتسير الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، على أساس أن الشراكة الاستراتيجية بتاعت الاتحاد الأوروبي بتتبنى على كذا محور، منها التعامل مع الاقتصاد الرقمي والاقتصاد البيئي الاقتصاد الأخضر. التنمية المستدامة هي لها 4 محاور: المحور الأول المحور السياسي، المحور الاقتصادي، المحور الاجتماعي، وأخيرا المحور البيئي. وبالتالي فده وفق التوجهات دي خلقت الاستراتيجية، بما يشكل نوع من التعاون بيننا وبينهم، سواء في المجال التجاري أو في المجال الاقتصادي ومجال الأعمال أو الاستثمارات ورجال الأعمال. فطبعا مهمة جدا الاتفاقية دي أو الاتفاقية الشراكة دي، لأن هي بتقدر أنت تتعامل مع هذه المحاور وفق إطار التنمية المستدامة الذي يتواكب مع الفكر الأوروبي في التعامل التجاري والاستثماري. ولأن مصر تعد ركيزة أساسية للاستقرار في الشرق الأوسط وبوابة إفريقيا، فهي تواصل القيام بدورها سياسيا واقتصاديا واستراتيجيا. كلما قويت العلاقة مع الاتحاد الأوروبي، أعطى لمؤسسات المال الدولية ولخبرات ولرجال الأعمال الثقة في الاقتصاد المصري. الاتحاد الأوروبي عندما يتعاون مع مصر في شراكة استراتيجية اقتصادية، هو يعني بالضبط ان مصر دولة مهمة لها ثقل في الشرق الاوسط، وفي نفس الوقت مصر تعترف تماما ان الاتحاد الاوروبي يعطيها ثقل معنوي في الاداء الاقتصادي وفي التصنيف في مختلف المجالات. القوة الاقتصادية للاتحاد الاوروبي من خلال دوله تستطيع ان تقيم مشروعات مشتركة في كافة المجالات الخدمية والاقتصادية وغيرها. تعزيز وتوسيع نطاق التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال المرحلة القادمة في مختلف المجالات يهدف بصفة رئيسية لزيادة حجم الاستثمارات الأوروبية وتوفير العملة الصعبة وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، كما أن توسع نطاق الشراكة المصري الأوروبي عززه الاستقرار الأمني ونجاح برامج الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها مصر ومكنتها من مواجهة التحديات والأزمات العالمية. من محاور الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي ومشروع ويندو، الاهتمام والتركيز على دور القطاع الخاص. دكتور محمد، صحيح الركيزة الأساسية خلال الفترة هو حتى الدولة نفسها أو استراتيجية الدولة اللي هي 2030 بتركز على القطاع الخاص، ويمكن خلال مدار السنوات الماضية لقينا الدولة بتفتح أكتر للقطاع الخاص إن هو يستثمر في مجالات مختلفة، حتى نفسه الاطروحات الحكومية اللي حضرتك سمعت عنها، فبدأت الدولة يعني تبدأ تبيع بعض الشركات اللي ما كانتش الدولة بتفكر إن هي تبيعها خلال الفترة القادمة. ده بيعمل ايه مع الاتحاد الاوروبي؟ ده بيجذب مستثمرين ان هم يستثمروا داخل القطاع الخاص، لان البعض بيختلف ان دي خاصة لشركات ناجحة او لهوتيلات ناجحة او الى اخره يعني. نعم، يمكن يعني خلينا بس إن ندرس يعني انا مع ان انا اخصص يعني في القصة دي، والدولة تكون منظم، بس منظم جيد، تكون بتدير، لكن الدولة دايما فاشلة في الادارة،
بعد فترة من الزمن الدولة مش بتبقى فاشلة في الإدارة، الدولة بتخلق فساد داخل هذه الشركات. لكن لو أنا قدرت أن أنا أدخل القطاع الخاص وراقب القطاع الخاص، ده بيبقى أفضل ليا كدولة، أن أنا باخد ضرائب، هو بيوظف لي عمالة، بقدر أن أنا، وده طبعا حتى لو بعض هذه الشركات بالفعل ناجحة أو بعض هذه الفنادق بالفعل ناجحة جدا كمان، ما هي لو مش ناجحة هي مش هتتباع. يعني هي إن أنا دلوقتي مستثمر اللي عايز يجي يستثمر عندي، هيجي يستثمر في شركة بتحقق خسائر ولا لا. بالطبع هيستثمر لو فيها فرص في وأنا أسأت الإدارة، نعم هيجي لو فيها فرص وانا اسات الاداره، وانا اسات الاداره صحيح طبعاً هيك. هو هيجي هيجي بحيث ان هو يقدر يعيد هيكلتها، لان في اصلا شركات متخصصه في اعاده هيكله الشركات وبعد كده بيعها، وده بيتم صحيح. الاحتفاظ بالمحفظه لمده 5 سنوات، وحضرتك استاذ في الاقتصاد وعارف الموضوع ده، وبعد كده بيقدر ان هو يحقق منها عائد ويقدر ان هو يبيعها قبل كده. موضوع ان انا بفتح القطاع الخاص، ما لما انا بطلق مبادره زي مبادره ابدا في الصناعه، ما ده القطاع الخاص ان انا بفتح له واسهل له الموضوع. موضوع المستثمر الاجنبي يطمئن اكتر لما بيلاقي عندي القطاع الخاص شغال وبشيل من كل من على عاتقه كل المعوقات، ده بيؤدي الى جذب مزيد من الاستثمارات اللي احنا بنتكلم في عمله صعبه بتخش. الحاجه الثانيه ودايما اللي احنا بنفكر فيها لاني ده على فكره عند المواطن نفسه بيخلق مشكله او معضله، انا لو اشتريت مشروع داخل مصر، هل المستثمر لما بيجي يخرج من السوق المصري أمن؟ هياخد المشروع معاه ويخرج ولا هو بيعيد ضخه لمستثمر اخر بيستثمر فيه؟ ده السؤال. يعني دايما احنا عندنا هاجز من المستثمر الاجنبي ان هيجي يدمر، بالعكس المستثمر الاجنبي لما بيجي ويقدر ان هو يستثمر، لما يحب يتخارج من المشروع ده هيتخارج ازاي؟ هيتخارج ان يخش مستثمر اكثر منه قوه ويبدا يستثمر في هذه المشروعات. اتفضل. لا اتفضل حضرتك. فعمليه التعاون ما بين الاتحاد الاوروبي وبين ممكن نختلف يعني في الاراء، لكن عمليه التعاون ما بين الاتحاد الاوروبي ومصر، ان الاتحاد الاوروبي بيدعم النشاط الاقتصادي وبيقدم له تمويل تمويل ميسر. طيب. تشجيع اندماج القطاع الاقتصاد الرسمي وغير الرسمي في دقيقه بس من فضلك. برضو من ضمن المبادرات احنا عندنا برنامج اصلاح اقتصادي تم في عام 2016 وبدأت الدولة تتحرك في خطوات جيدة، كان من ضمن أهداف البرنامج دوا واللي دعمته برضو الاتحاد الأوروبي مع البنك المركزي وما يطلق عليه الشمول المالي، من ضمنه أن أنا بدمج القطاع الغير رسمي في القطاع الرسمي، وما عرب مبادرة كبيرة جدا كان اسمها الشمول المالي وما زالت موجودة وبدعم من الاتحاد الأوروبي، أن أنا بحاول أدمج كل القطاع الخاص وده بيفيدني أنا كدولة في زيادة إيرادات الدولة، ثانيا بقدر أن أنا أخدم على القطاع غير الرسمي أنه بيقدر يتعامل مع البنوك أو يتعامل مع مؤسسة التمويل المختلفة بحيث أنه يحصل على التمويل ويبدأ أنه يتوسع وبشكل كبير. إذن تبادل منفعة وتبادل مصالح في هذه الشركة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي وهذه الشراكة المستمرة حتى عام 2027 والتي ترتكز حول بناء اقتصاد مستدام على جانبي الأطلسي. كان ضيفي في هذه الحلقة الكاتب الصحفي دكتور محمد عادل مدير تحرير صحيفة الوفد، نورتني. الله يحفظك، شكرين بشكل زور. شكرا جزيلا مشاهدينا، دائما ملفات يفتح الملف الأهم في هذه الحلقة، كان الملف الاقتصادي ورؤية استثمارية دولية جديدة لمصر وشكل ومحتوى دائما مختلف. بشكر كل فريق عمل البرنامج كلهم باسمه، وكان معكم أحمد يوسف، إلى اللقاء.